اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. النهارده هنكمل سلسله او مجموعه حلقاتنا عن علاج التهاب الفيروسي اللي هو فيروس سي. كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن النباتات الطبيه التي تساهم في علاج فيروس سي بشكل كبير او بفاعليه كبيره زي اليازيو والنباتات الطبيه ولبن الابل والسيفورا. النهارده ان شاء الله هنكمل مجموعه النباتات الطبيه التي تساهم في علاج فيروس سي. لكن اسمحوا لي بدايه انا ارحب بضيفي النهارده اللي مشرفني في استوديو الطبيب دكتور احمد ابو النصر، عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل وعضو المجلس الأمريكي للعلاج بالنباتات الطبية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. جات لنا يا دكتور مجموعة أسئلة كتير جدا على الفيسبوك خاصة بفيروس سي، ممكن ناخد سؤال وبعدين ندخل في نباتات طبية. بفكر مشاهدينا مرة تانية بالبيج بتاعتنا على الفيسبوك طبيب باللغة العربية، تقدروا تبعتوا لنا كل أسئلتكم واستفساراتكم، كمان ممكن تبعتوا أرقام تليفوناتكم وإحنا نرجع نكلمكم تاني إن شاء الله خلال وقت حلقة دكتور أحمد. معانا يا دكتور أحمد داوود، بيقول هو عنده 24 سنة راح عمل تحليل لفيروس سي واكتشف ان هو مصاب بالفيروس، والدكتور قال له ان ده ممكن يكون نتيجة الحلاقة عند حلاق، يعني تمام. بيستخدم الموس مع اكتر مع حد، وعمل اجراء تحليل البي سي ار علشان يعرف النتيجة. يا دكتور في عندنا الاتش سي في والار ان اي والبي سي ار طلعت 126 ألف، وعمل نتائج وظائف الكبد الاست طلع 28 والالت 33. تمام. الطبيب قال له ان 126 ألف ده عدد قليل قوي، ان احنا ما بنبتديش نعالج او ناخد خطوة الا بعد النص مليون. فقال له وظائف الكبد ممتازة وتحليل بول طبيعي وباستثناء بوجود بعض الاملاح، وقال له ان الفيروس خامل. فهو دلوقتي يا دكتور هو مش عارف يعمل ايه، يعني يبتدي فعلا بالفعل في العلاج وعايز يروح فين، يعني هو مش عارف يروح فين. شوفي يا هلا، احنا مفيش حاجة اسمها فيروس سي خامل ومش تمام. مش حاجة اسمها فيروس سي خامل، لازم نحط في اعتبارنا هذه المعلومة. مش حاجة اسمها فيروس سي خامل ونشط، مش حاجة تماما اسمها فيروس سي خامل ونشط. ونكررها تاني، مش حاجة اسمها فيروس سي خامل ونشط. تمام. ليه انا بكرر كذا مرة؟ نظرا، عارفة فاكرة لما كنا بنتكلم في الموضوع بتاع القولون العصبي وان اللي مفيش حاجة اسمها قولون عصبي صح. الا بعد اما تجري التحاليل الخاصة بالجهاز الهضمي، تأكد اللي مفيش ميكروب حلزوني، تأكد اللي مفيش الميكروب بتاع السلمونيلا، تأكد اللي مفيش الفيروس سي، تأكد اللي مفيش أميبا، تأكد اللي مفيش جارديا. بعد كل هذا الكلام اما يبقى يتقال اللي هو سلبي ومش موجود والكريتيريا والشكل المعين بتاع القولون العصبي يكون موجود، ممكن نقول فيه قولون عصبي. كذلك احنا هنا بنحاول نشيل بعض المفاهيم الخاطئه اللي قد تكون عند بعض البشر. طبعا. مش حاجه اسمها فيروس سي خامل ونشط، في حاجه اسمها فيروس سي اما موجود او مش موجود، بس ده رقم واحد. طبعا. اللي هو تحليل زي ما انت قلت كده، تحليل البي سي ار اللي هو بيطلع لحد كبير جدا العد بتاع فيروس سي عامل ايه، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، انت بتخف فيروس سي في حاجتين. بعد الاصابه فيروس سي فتره طويله من الزمن ممكن يعمل لك حاجه اسمها التليف الكبدي، تمام كده، او لا قدر الله ممكن في اي لحظه يحصل ويتكون ورم سرطاني في الكبد. عشان تتاكد ان الاثنين دول سلام واللي انت دايما في مامن عن ان هذا التطور قد يحدث، بتعمل حاجه اسمها اشعه التليف، وبتعمل تحليل دائما وابدا اسمه الالفا فيتو بروتين مع الكشف الاعتيادي بالسونار عند دكتور اشعه. تمام. الكشف الاعتيادي بالسونار عند دكتور اشعه. هلا الكشف الاعتيادي عنده دكتور، حط عنده دكتور اشعه دي متخط. تمام. دكتور الاشعه بيكون مؤهل اكتر من اي حد تاني في عمل السونار وعمل الاشعه، بيكون جهاز الاشعه بتاعه اكثر وضوحا بكثير من الجهاز السونار العادي اللي قد يكون عند بعض العيادات. تمام. فده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنحاول ان احنا نحط كل شيء في النصاب، نحاول نحط كل طوبه في مكانها الطبيعي بتاعها في البناء بتاعها. طيب، بنعمل اشعه التليف بانتظام من وقت للتاني عشان نشوف السكور بتاعنا او مدى التليف بتاعنا او الرقم بتاع التليف بتاعنا ماشي ازاي. طبعا كان في العينه الكبديه وفي تحليل تاني بيبين مدى التليف الكبدي اسمه فايبر تيست اكت تيست، بس احنا بنفضل اشعه التليف لانها اكثر دقه تمام واقل الم بالنسبه للمريض بالنسبه للعينه الكبديه والكلام ده. النهارده حتى بمناسبه هذا الموضوع هنعرض بعض النباتات الطبيه اللي ممكن تساعد في علاج التليف الكبدي قبل وبعد، كمان نعمل فايبر سكان قبل وبعد لمريض عنده فيروس سي وما زال. طبعا ده كان قبل انت السكور زي ما انت حضرتك شايفه على الشمال 9.9. تمام. وهنشوف بعد كده الحاله بعد بقى، ده بعد بقى السكور بقى 8 نزل. بدا على الرغم اللي ما زالت الاصابه موجوده، يعني على الرغم اللي هو بتعالج وما زال لسه فطور العلاج هذا المريض وما زالت الاصابه حتى هذه اللحظه
لسه بتعالج منها وموجوده. فاحنا بنتكلم عن بعض، هنتكلم عن نباتات طبيه هنشرحها وليه. انا هتكلم عن نباتات طبيه بس انا عايزه دلوقتي يبقى احنا بنخاف من فيروس سي اللي هو يعمل تليف على المدى المتقدم، مش عايز اسمه فيروس سي خامل او نشط. تمام، هذا رقم واحد. رقم اثنين بنعمل زي ما احنا قلنا الفايبر سكان رقم واحد، رقم اثنين بنعمل الفا وبتين اللي هو دلالات الاورام والتليف. وبعد كده بنبتدي نحكم على درجه الكبد من بعض التحاليل الاخرى زي الانزيمات والصفا والزلال والسيوله وصوره الدم عشان صفائح والكلام ده اللي هي الحاجات الباقيه. ولكن الالفا فيتوبروتين اهم، الفايبر سكان اهم عشان نقدر نشوف الدرجه وصلت لفين. يبقى البي سي ار لوحده الاعتماد عليه ما ينفع، ده مصيبه سوده. الاعتماد على الانزيمات طبعا لوحده برضه خطا كبير جدا. لازم اللي احنا نكمل تحاليلنا زي ما بيقولوا. طيب دكتور، هو دلوقتي لو كملنا التحاليل هو عايز بقى مش عارف يتوجه لايه، يعني هو مش عارف اتوجه لمين. هو انت بعد ما انت بتعمل، هل ممكن نستعمل معاه النباتات الطبيه؟ اه طبعا ممكن نستخدم النباتات الطبيه، مش عندنا مشكله يعني. اه ان شاء الله هتجيب نتيجه، ليه لا. احنا عندنا، احنا عرضنا حالات كتيره جدا ربنا شفاها وعافاها. وان شاء الله باذن الله عز وجل اخونا الكريم اللي بيسال يكون من ضمن الحالات دي ان شاء الله. انت بيبقى قدامك طريقين، يعني اما انت تسلك الطريق اللي هو الادويه الكيميائيه المتاحه او النباتات الطبيه، مفيش غيرها، مفيش طريق ثالث يعني. اما بياخد الحقن بتاع الانترفيرون مع الحبوب اللي هي المعتاده اللي هي الريبوفايرين، او بياخد النباتات الطبيه اللي احنا بنحاول قدر المستطاع نشرح ايه النباتات الطبيه اللي بتكون مفيده. الحلقات السابقه اتكلمنا عن بعضهم، اتكلمنا عن اليازوتوكوكشن، قلنا اليازوتوكوكشن دول 10 نباتات طبيه اتعمل عنهم كلينيكال ترايل او بحث سريري في الصين، احد العلماء اسمه ليانج وايتال وفريق عمله. تمام، وشرحنا ليه هذه التركيبه قد تكون ليها فعاليه بالتفصيل في الحالات السابقه. اتكلمنا عن دور نبات الصفوره جابونيكا بمادته الفعاله اسمها الاوكسيمترين، ده الكالويد موجود فيه ماده فعاله فيه. اتكلمنا عن دور بعض المغذيات الطبيعيه او بعض الاغذيه الطبيعيه زي قلنا الالبان، وقلنا اللي احنا عندنا في ماده فعاله اسمها اللاكتوفيرين موجوده في لبن الابل بتركيز عالي جدا، بيكون مفيد جدا لعلاج فيروس سي، ومعمل عنه بحث سريري اللي هو نسبه شفائه في علاج فيروس سي يعني من 9 ل 18% تقريبا. بس احنا برضو يا دكتور لازم نقول للناس ان نفس الماده الفعاله موجود في اللبن الجاموسي، موجوده في اللبن الجاموسي، وقلنا اللي احنا ممكن بس نزود الجرعه بس. يعني هو تركيزه في اللبن الجاموسي اقل شويه، فاحنا هتلافى موضوع التركيز ده اللي احنا بدل ما بناخد كوب من مثلا اللبن الابل بناخد كوبايه وربع من اللبن الجاموسي كده، كان بالظبط خدت نفس الماده الفعاله اللي موجوده في اللبن، ولا محتاج ان انا اروح مطروح ولا ان انا اروح اشتري لبن ابل مخصوص ليا ولا الكلام ده خالص. اتكلمنا اللي احنا قلنا اللي احنا ضد البول تمام على الاطلاق تماما، ان احنا لغينا وشرحنا الكلام ده في الحلقه السابقه، وقلنا معلش بنتكلم بالعلم مش باي شيء تاني، وبعد العلم بنبتدي اللي احنا على اساسه نبتدي نتحرك ونبتدي ناخد النباتات الطبيه، لان دي صحتنا ايا كان، سواء نباتات طبيه او ادويه كيميائيه، صحتنا دي اغلى حاجه عندنا. لازم اللي احنا نستخدم فيها الصح. النهارده هنكمل كلامنا عن بعض النباتات الطبيه الاخرى او بعض الطرق الطبيعيه الاخرى في علاج فيروس سي. هنتكلم وهنبتدي كلامنا هنا النهارده عن سم النحل. تمام، سم النحل هو احد الادويه الطبيعيه الفعاله جدا في علاج فيروس سي. اتعمل عنها بحث سريري في الجمعيه الامريكيه لاطباء المناعه، الجمعيه نشر بحث عن دور سم النحل في تنشيط انتاج الانترفيرون الداخلي. احنا عندنا انترفيرون داخلي من النوع الجاما، سم النحل بنشط انتاج الانترفيرون الداخلي اللي هو من النوع الجاما ده. تمام، كذلك ده وضح ليه سم النحل ممكن يستخدم في احد امراض المناعه الذاتيه الاخرى زي المالتيبل سكلوروزس اللي هو الام اس، لانه برضه بينشط انتاج الانترفيرون الداخلي من النوع الجاما. تمام، المانيا عمل البحث عن سم النحل وجدوا ان فيه ماده فعاله اسمها ميلتين موجوده في سم النحل بتركيز من 50 ل 55%. البحث ده منشور على زي ما احنا اتفقنا على الباب ميد. البحث ده وجدوا ان الميلتين اللي موجود في سم النحل ليه دور مهم جدا مضاد للفيروسات. تمام، الاهم والاهم من ذلك كله هو البحث المنشور في ساوث كوريا، في كوريا الجنوبيه، اللي بيؤكد ان سم النحل واحد من الادويه الطبيعيه الفعاله جدا في وقف التليف الكبدي. وده اللي احنا عرضناه النهارده. حاله التليف قبل وبعد بالفايبر سكان سكور، ان سم النحل بيوقف فعلا التليف الكبدي. يعني انا لو مريض عندنا حتى لو عنده فيروس سي، ونفترض مثلا الفايبر سكان طلع 10 او 15، وقت ما بيبتدي ياخد سم النحل بانتظام، وطبعا في ادويه طبيعيه اخرى بتستخدم في هذا الكلام زي ماده الكولشيسين اللي موجوده في نبات الكولش كام اوتومنال اللي هو الحلحاء الخليف الخريف، او بيسموه خميره العرب، ده احد النباتات الطبيه اسمه الكولش كام. تمام، في ماده فعاله اسمها كولشيسين موجود في الصحاري المصريه. هذا النبات ايضا في ماده هذه الماده الفعاله ايضا بتوقف التليف الكبدي، ولكن سم النحل
احسن بالنسبه لي انا بعتبر احسن من الكولتشيسين بمراحل في وقف التليف الكبدي، لان ملوش تقريبا اضرار جانبيه اطلاقا. طب دكتور، هو بيوقف التليف الكبدي عند المرحله اللي هو فيها، ولا يعني بيوقفه من الانتشار، ولا ممكن يقضي عليه؟ لا بيوقف. لا، اصل احنا عندنا حاجتين في حاجه اسمها النسيج الليفي والتليف، معلش احنا لازم نفرق بينهم. تمام. اللي هو فيه اللي فيه نوم بيرجع واللي ما بيرجعش. الكبد المتليف تماما ده لا، ده محتاج اما زرع كبد او خلايا جذعيه. تمام. لا انا بتكلم على البوينت اللي هو احنا عندنا اربع مراحل، يعني في اربع تمام مراحل. احنا في المراحل الاولى بيوقف التليف في كلام كده جميل جدا. تمام. كلام جميل وكلام دقيق. لان لازم نفرق بين هذا وذاك يعني. بالظبط. ايوه، بيوقف التليف في مراحله الاولى. جميل. تمام. لان انت لو وصلت لمرحله كبيره من التليف هتحدث اكيد الاعراض بتاعه الفشل الكبدي، زي الاستسقاء، زي الموضوع اللي هو الغيبوبه الكبديه. تمام. زي دوالي المريء، زي التضخم الطحال العنيف جدا، اللي هي الاعراض اللي بتصاحب بعد كده التليف المتقدم. فاحنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا بنوقف التليف الكبدي عند هذه المرحله او المرحله اللي وصلها المريض. سم النحل ده مهم جدا زي ما احنا قلنا، لعلاج فيروس سي كاحد المواد الطبيعيه المضاده للفيروسات، كما قال الالمان بماده الميلتين، او كاحد المواد الطبيعيه اللي بتنشط انتاج الانترفيرون الداخلي، كما قال الامريكان بماده الفوسفولايبيز اي 2 اللي فيه بتركيز حوالي 12%. طيب، هل في حاجه تانية من النباتات الطبيه او منتجات النحل ممكن نستخدمها لعلاج فيروس سي؟ قبل ما ادخل فيها بقى، السؤال المعتاد، ممكن ناخد كام جلسه عشان نوصل للمرحله اللي حضرتك بتقول ان احنا بنوقف التليف الكبدي عن تطور؟ انت بتمشيهم مع بعض. يعني بتبتدي بتعالج فيروس سي مع اللي انت بتحط خطه للمريض لوقف التليف. امتى يوقف التليف حقيقي فعلا؟ وقف حقيقي فعلا وقت ما فيروس سي يروح. وقت ما يتحلل فيروس سي في الدم يبقى نيجاتيف، مش في حاجه. يعني ممكن نستمر، قصدي، على جلسات سم النحل فتره لحد ما الفيروس يتوقف تماما. بعد ما الفيروس يتوقف انت عندك بعد كده طريق تاني. لو فيروس سي مات خلاص او خلاص تلاشى من الدم وبدا تاثيره اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه. طيب. اللي هو بيعمل تليف في الكبد، اللي هو التهاب الكبد اللي بيعمل بعد كده تليف والكلام ده. بعد كده انت بيكون عندك طريق، لو لا قدر الله التليف شديد جدا، وفي اطباء كتير في مصر شاطرين جدا في الكلام ده، هو مش شغلنا يعني، اللي هو موضوع الخلايا الجذعيه. بس الخلايا الجذعيه ليها شرط اساسي، اللي هو يكون فيروس سي خلاص منتهي. لكن لو هتعمل فيروس سي، لو فيروس سي موجود وهتعمل معاه عمليه الخلايا الجذعيه، بالظبط انا دايما بشبهها للمرضى كانك عزمته على عشاء يعني. كانك بتدي له وجبه دسمه بتكون خلايا يعني خلايا ضعيفه، سهل جدا اللي هو يعمل عليها انتشار، ويقدر اللي هو بكل بساطه يقدر اللي هو ينتشر عليه انتشار شديد جدا. هو الافضل يا دكتور ان احنا يعني دايما نتجه للنباتات الطبيه في علاج فيروس سي. هو ان شاء الله يعني هي فعاله جدا، ولكن زي ما احنا تحت الاشراف الطبي قدر المستطاع. تمام. ممنوع منع باتا ان احنا بنستخدم حاجه لوحدنا، وهنشرح برضه في بعض الحاجات في حلقه النهارده ليه انا بقول هذا الكلام. طيب، رقم اثنين معانا النهارده هو البروبولس، صمغ النحل. تمام. صمغ النحل او البروبولس، ايه صمغ النحل ده؟ صمغ النحل ده احد الراتنجات اللي بتجمعها النحله من الاشجار. احنا النحله قلنا عندها ست منتجات، فاكر الكلام ده؟ هلا. تمام. قلنا عندنا العسل. تمام كده. قلنا عندنا السم. قلنا عندنا الشمع. والسمغ. وقلنا عندنا الغذاء. قلنا عندنا الصمغ. قلنا عندنا حبوب اللقاح. تمام. يبقى شمع، عسل، سم، غذاء، صمغ، حبوب لقاح. تمام. النحله ليها كام منتج كده؟ ست منتجات. طيب، ربنا بيقول في القرآن: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شفاء. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. أيوه، ابتدوا يشغلوا دماغهم. تمام. يخرج من بطونها، يبقى النحلة ليها كذا بطن، بتطلع كذا منتج. يبقى اللي مذكور في القرآن مش العسل، عشان بس كده إيه اللي إحنا نحط تحت كده تحتها 100 خط، اللي مذكور في آية النحل في سورة النحل هنا مش العسل. يعني يعني لو كان ربنا قاصد العسل كان قال يخرج من بطنها عسلا مثلا فيه شفاء للناس. يبقى اذا التدبر هنا في منتجات النحل كامله ده رقم واحد. لو انا عندي سكر وعندي فيروس سي، ما ازعلش ان انا ما اخدش عسل، لا ما ازعلش، لان زي ما ربنا خالق العسل خالق للنحله خمس منتجات تانيين ممكن تستخدمهم، مفيش ادنى مشكله. طيب. يبقى لو انا عندي سكر مش بالعافيه اخد عسل. حلو كده؟ حلو. ليه؟ قد يتسبب العسل في رفع مستوى السكر بتاعي. بالظبط. مع ان في ابحاث بتقول ان جلايسيميك اندكس بتاع او القدره بتاعت العسل، يعني لو جينا نترجمها بالعربي، او العسل هيرفع سكر الدم ولا لا عند مرض السكر، في ابحاث بتقول قد لا يرفع وقد يرفع. انا بقول لا، ما بنستخدموش لسبب صغير خالص. العسل الطبيعي فعلا في مصر يعني قليل جدا، عشان بس نكون واضحين. ليه؟
بعض الاحيان بعض النحالين ربنا يجازيهم خير يا رب ويهديهم بيغذوا بعض الاحيان النحل على سكر المائده فبيطلع عسل النحل. تركيز السكريات فيه بتاعت السكروز عالي جدا وبالتالي بيكون تركيز المواد الفعاله فيه قليل جدا. تمام. ان الماده الفعاله اللي موجوده في العسل، العسل فائدته مش بس في السكريات اللي فيه والكلام ده. الماده الفعاله بتكون في العسل هي المواد الفعاله اللي بيجمعها النحل من الازهار سواء الفلافونويدز او المايكرو اليمنتس او النانو اليمنتس اللي هي المواد اللي بتكون موجوده بالحجم المايكرو والمواد اللي بتكون موجوده في النانو بالحجم النانو. يعني هم وجدوا، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه غريبه جدا يا هلا، وجدوا حاجه غريبه ان بعض الاحيان يكون بعض انواع العسل فيها يورانيوم. تخيلي نحله بتسافر تروح يجيب شويه يورانيوم على حسب ما يورانيوم اليورانيوم ده بتاع القنابل يعني النوويه يعني حطها في ليه هذا الكلام؟ بس بيكون بتركيزات ايه؟ يعني بالفيمتو يعني حاجات صغنطوطه خالص. تمام كده؟ بس قد تكون هذا التركيز الصغنطوط ده بيكون هذا الجسد بتاع المريض محتاجه. فالله يكرمكم، ما نغذيش يا جماعه على سكر. بيع العسل بتاعك غالي بس ما بيعش عسل مغشوش. تمام. بيع عسل غالي بس ما تبيعوش مغشوش. ما تبيعوش نحله الغش طبعا انواع، اما يكون في بعض الناس بتعمل اصلا يعني طبخه من البطاطس كده على شويه سكر على ميه على بتاع، ده مش ملوش علاقه اصلا بالنحل من بابه. يعني ان في غش. طب يا دكتور احنا نعرف الفرق ازاي بقى؟ احنا نحاول قدر المستطاع على كوب ماء بنحط معلقه عسل، كوب ماء دافئ طبعا، بنحط معلقه عسل، كون كوبايه بتكون شفافه. تمام. العسل الطبيعي بينزل زي ما هو. العسل الطبيعي لا ما بيدوبش، ما بيدوبش بسهوله فعلا. العسل الطبيعي منزل زي ما هو، بتلاقي الخيط نازل زي ما هو. طب المغشوش لا، ده بتلاقيه ده طبعا مليان سكر طبعاً. بقى دايبكم. مليان سكر دايب، يعني اخد سكر اما يعني اما النحل يا عيني قال يا عم انا هيجي له سكر. انا يعني عايز اقول النحل ذات نفسه هيجي له سكر. الناس يعني الناس بتاخد معلقه العسل على كوبايه ميه، فاكر لما كنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ ما دي من مصايب الزمن برضه. وبيدوب والناس متخيلين ان ده عسل حقيقي. لا ما هو بيدوب، ما هو العسل بيدوب صحيح، بس بيدوب بعد عناء. تمام. يعني لازم لا لا لا، انما طبعه كده لا، يعني تحطه كده بيدوب لا طبعا مستحيل. تمام. فاحنا اتكلمنا في القصه بتاعه الجرعه بتاعه العسل دي في الحلقات السابقه، قلنا اللي هو مرتبط بالوزن بتاع المريض. طيب صمغ النحل يعتبر مضاد حيوي قوي جدا، مضاد فيروسي قوي جدا، مضاد بكتيري قوي جدا. هو من الادويه الجليله اللي بتنتجها النحله، ومن الادويه اللي فيها نسبه عاليه جدا من بعض المواد الفعالة المضادة للأكسدة، فيها نسبة عالية جدا من حاجة اسمها فلافونويدز. هذه المواد، ودي على فكرة من المفارقة العجيبة، أنا ما جاتليش ست أو بنت بتتعالج من مرض ما، هلا أصلا دايما بحب البروبليز ده في أمراض المعدة بغض النظر طبعا عن موضوع فيروس سي ان، تيجي بعدها بشهر تقول لي أنا حامل. ده بعدها بشهرين أنا بيزود حامل. بعدها بثلاث شهور واحدة ثالثة يعني أنا حامل وهكذا. من الأدوية الطبيعية اللي فيها بعض المواد اللي بتنشط تبيض، وعلى فكره فعال جدا في القصه، بيزود الخصوبه، بيزود الخصوبه. طب ده حلو يا دكتور، ده نعمل له حلقه لوحده. لا ان شاء الله احنا نبقى نعمل حلقه كذا حلقه عن دور النباتات الطبيه في علاج المشاكل الانثويه بما لا يتعارض مع اخواتنا بتوع النساء. يعني احنا ما احناش جراحين نساء، تمام، ولكن احنا ممكن نساعد كتير جدا في متلازمه تكيس المبيض، ممكن نساعد كتير جدا في الاندوميتريوزس ده بطن طرح المهاجره، ممكن نساعد كتير جدا في الفايبرويد اللي هو التليف الرحمي. هذا الكلام احنا ممكن نساعد فيه ولكن بما لا يتعارض معاهم. احنا كده زي ما احنا اتفقنا في اول حلقه وليس كده. طيب صمغ النحل في ماده فعاله اخرى بتكون كمان لوكال انستيزيا، بنج موضعي. يعني انت لو حطيت الصمغ ده في لسانك المفروض ان انت لسانك ده بتخضر. تمام. زيه بالظبط زي النبات الكوكه اللي بيطلع منه ماده الكوكين المعروف اللي بيقولوا عليها كوكايين. والله اسمها كوكين بس مش مشكله. طب ده الاستخدام ايه تاني؟ ممكن نستخدمه ايضا في مشاكل الاسنان، ممكن نستخدمه في سرعه القصف لدى بعض الرجال اللي ممكن حياتهم الزوجيه بتكون مهدده. لان هو زي ما احنا قلنا بيعمل تخدير موضعي، فبالتالي ممكن يعالج بعض المشاكل الاخرى. طيب. هو من الادويه الطبيعيه الفعاله جدا في علاج الكثير والكثير من الامراض، ونبقى ان شاء الله نبقى نعمل له حلقه لوحده. طيب رقم ثلاثه الحبه السوداء. تمام. الحبه السوداء فيها ماده فعاله اسمها السايموكينون. فين بقى مكانها؟ حدد لي بقى النسيج في النسيج الاول في البذور، هذا رقم واحد. يبقى في البذور بتاعه الحبه السوداء، في البذور الكامله يا دكتور. مش المطحونه. لا مش مساله مش المطحونه، لا مال ما هو المطحون ده جاي من الكامل. لا الموضوع احنا كنا اتكلمنا الموضوع قبل كده ابعد من كده، حاجه تانية. مش الزيت مش الزيت الثابت، مش الزيت الثابت بتاع الحبه السوداء حضرتك ممكن تاخده تطبخه، مفيش مشكله خالص. تمام. تاخده تقليبه فرخه، تقلي بيه شويه لحمه، مش ادنى مشكله. انما اللي انت تستخدمه في العلاج لا، قلنا ان الحبه السوداء الاكثر
المواد الفعاله فيها بتكون موجوده في الزيت التيار، في الزيت مش الزيت الثابت. حلو كده؟ في حاجتين موجودين والله في الحبوب، في الحبه السوداء، الزيت الثابت وزيت التيار. الزيت التيار هي اللي فيها الماده الفعاله، هي ماده السايموكينون المتعارف عليها. هذه الماده وجدوا في اليابان. تعالى بقى نروح ايه ناحيه اليابان بقى عشان نقول الناس اللي بنرد على الناس تقول النباتات الطبيه ده ما اتعملش عنها ابحاث، ده انتوا تجيبوا الكلام ده منين؟ يعني احنا جبنا النهارده بحث من المانيا وهذا الكلام منشور، خش اقرا يعني، خد عناء اللي انت ممكن تفتح الانترنت، معلش خد مشوار للكمبيوتر وافتح الباب ميد وافتح الانترنت واكتب مثلا ميلتين زائد اتش سي في اللي هو الماده الفعاله اللي موجوده في سم النحل، اكتب فوسفولايبيز اي 2 زائد اتش سي في، اكتب اكتب البي فينوم زائد ساوث كوريا زائد اتش سي في، هتلاقي كل هذا الكلام واضح لك، كل هذه الايه الابحاث المنشوره عن دور النباتات الطبيه. فاحنا لا نتحدث عن شيء جهل، احنا بنتحدث عن علم، علم اسمه الهربال ميديسن، النباتات الطبية او العلاج بالنباتات الطبية. ما بحبش كلمه العلاج بالاعشاب دي، بحب اكتر اشيك النباتات الطبية. احنا كمان يا دكتور يعني في اول حلقاتنا قلنا ان العلاج بالاعشاب ممكن يكون ضار اكتر ما هو مفيد، فاحنا بنقول بالتأكيد دايما في بعض الاحيان بالتأكيد هو بجانب العلاج الكيميائي اللي الدكتور بيكتبه، بس احنا بنحاول نساعد عن طريق النباتات الطبية. دكتور وقت فقرتي خلص، لسه ما كملتش النباتات الطبية الخاصه بعلاج فيروس، ان شاء الله نكمل الحلقه الجايه وكمان نكمل اسئله الفيسبوك في نهايه فقرتي النهارده. واشكر دكتور احمد ابو النصر، عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل وعضو المجلس الأمريكي للعلاج بالنباتات الطبية، شرفتنا النهارده يا دكتور. إن شاء الله مكملين لسه سلسلة حلقاتنا عن علاج فيروس سي، لسه مكملين معاكم بقية فقراتنا ومعانا النهارده في فقرات وتخصصات طبية جديدة، ولكن بعد هذا الفصل.